ينضم إلينا الآن سيد ثامر بديدة، مؤسس حراك 14 من يونيو المناهض لحركة النهضة. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتكم مرحبا بمستمعين إكسترا نيوز. نعم أشكرك سيد ثامر. يعني لماذا يبدو الوضع قاتم لهذه الدرجة في تونس؟ ما دور حركة النهضة الإخوانية في ذلك؟ في الحقيقة كنت قبل قليل في اتصال مع نائب يعني مبروك رشيد في مجلس النواب، ونؤكد لكم أن عريض سحب يعني صاحب الثقة من الغنوشي قد تأكدت فعلا في جلسة 30 يوليو القادم يعني قبل يوم العيد بإذن الله سيكون هناك أكثر من 73 نائب قدموا هذه العريضة بالتصويب على لائحة سحب صاحب الثقة من الغنوشي. ويمكن أن نقول أن بصراحة ستكون فرحة للشعب التونسي الحر، وستكون فرحة لجميع يعني التيار الحر والدولة المدنية في تونس بإقالة راشد الغنوشي من مجلس النواب في تونس. وهذه هي حقيقة نحن نترقب هذا الموضوع في تواتر الأحداث بعد استقالة رئيس الحكومة الذي إثر إقالته من حركة النهضة قام بإقالة أكثر من 35 مستشار في من حركة النهضة التونسية. صحيح. وقام قبلها بيومين مرسوم حكومي بإقالة 6 وزراء من حركة النهضة. هذا الخصام الذي تعيشه تونس الآن كله نحو يعني عزل النهضة من البرلمان وعزل النهضة من الشارع. نعم. التونسي الذي أصبحت يعني عبئا على الشعب التونسي. نعم، طيب سيد ثامر إذا سمحت لي في هذا السؤال، يعني البعض يقول الحقيقة أن تونس الآن تعيش في مشكلة كبيرة، وهو حتى لو أصبح هناك تفويض أو العريضة تم الإجماع عليها على إقالة حركة النهضة أو راشد الغنوشي من البرلمان وانتهت حركة النهضة في تونس، البعض يتخوف من أن حركة النهضة الإخوانية يعني كعادة الإخوان يقومون بإثارة الشغب في أي من البلاد التي يحاول شعب هذه البلد لفظ. ماذا من الممكن أن يحدث في تونس؟ هل بالفعل حركة النهضة يعني ستذهب من منصبها وكأن شيئا لم يكن بهذه السهولة، خاصة أنها يعني متفرعة في كل مفاصل الدولة التونسية؟ أكيد، حتى في ضوء الطريق هناك قبل حدثت أحداث شغب بين الحزب الدستوري الذي حقيقة الآن يناضل ضد هذا العدو في تونس، فكانت هناك مشادات كلاميه، كان هناك اعتداء بالعنف على نواب الحزب الدستوري وعلى نواب الكتله الديمقراطيه في مجلس النواب، هم يمارسون العنف يعني ليس لهم خيار الا بالعنف، واقول لك اختي الكريمه انه اشتد الخناق في مجلس النواب. نعم. بعد ان يعني اتضح للجميع ان رئيس الجمهوريه بحقيقه يعني اتخذ منهم موقفا وخاصه الحكومة القادمة وجعل منهم يعني بدون مشاورات مع الكتل النيابية، هم يمارسون العنف يعني هذا أكيد ومؤكد. هم الآن في طريقة وفي يعني في طريقة يعني يريدون حتى أن يعني يسيطرون على مفاصل. صحيح. الدولة. هذا بالإضافة إلى إقالة أكثر من 35 مستشار خلال 24 ساعة من رئيس الوزراء رئيس الحكومة المقال الياس الفخفاخ. نعم. هذا طبعهم وهذا هو حقيقتهم. نعم. سيد ثامر طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر يعني لانقطاع الصوت في النهاية أو كان الصوت يتقطع، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد ثامر بديدة مؤسس حراك 14 من يونيو المناهض لحركة النهضة، شكرا جزيلا لك.